You should know انه بلش تنفيذ الخطه الامنيه لبعلبك الهرمل، وهيدي الخطه اللي مثل ما كان قال قبل انه رح تكون خطه غير تقليديه، رح تشهد مداهمات بامكنه وجود او اختباء مطلوبين. ثاني خبر هو عن اشتباك سياسي جديد بين القوات والتيار الوطني الحر. فالنائب السابق فادي كرم اتهم الوزير جبران باسيل على تويتر بانه عم يتولى حمله سياسيه ضد القوات، اخر فصولها الكلام عن انه القوات اخلت بالتفاهم السياسي مع التيار. هو حط أكثر من تغريدة بس هيدا باختصار شو اجا فيها. مصادر التيار اعتبرت من جهتها أنه القوات بعد ما تجاوزت تداعيات الانتخابات النيابية، وقالت أنه ورقة التفاهم معرضة للسقوط بأي لحظة إذا ما تم تدارك هيدا التدهور. ثالث خبر هو عن التحالف العسكري باليمن اللي عم بتقوده الرياض، واللي أعلن أنه قتل 8 عناصر من حزب الله بعملية عسكرية شمال العاصمة صنعاء، بحسب ما أجا على لسان الناطق باسم التحالف.